آلہ حضرت بریلوی تواڈی بھی واہ واہ کیوں تواڈی واہ الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایا ومن البدایا وإلیہ النہایا بحمد الوقایا ونقاية الدرایا وعین العنایا وحسن الکفایا والصلاة والسلام على الإمام العظم للرسل الكرام مالك وشافي أحمد القرآن يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وأبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط وبديز وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتدبير الأبصار ورد المحار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبهر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق آلہ حضرت نو تسی واہ واہ کہنا ہے میں نو نہیں کہنا جتے میں خطبہ سال اما اتھو کہا واہ آلہ حضرت واہ واہ من ہو یستمد کل نار فائد فی حلمیت و بحلمیت و براد الفلاح و امداد الفتاح و ایداح الاسلاح و نور الیداح و کشف المزمرات و حل المشکلات و در المنتطا و ینابی المبتغا وتنوير المصائر وظواهر الجواهر قد بدا النوادر المنزه وجوبا عن الاشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاب القدسي لكل كمال قدسي وانسي القاف الغاف الشافي المصفى المصطفى مستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنقى الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم الغوث الأعظم الغوث الأعظم الغوث الأعظم الغوث الأعظم الغوث الأعظم توجہ توجہ حضور محبوب سبحانی فرمایا میرا مرید مشرق جو ہوئے میں مغرب جو ہوئے تامی میں مدد پہنچ گیا خصوصا الارکان الارباطا والانوار اللامیتا وابن الاکرم سارے ہون کہنے الغوث العظم الغوث العظم سارے اچھی الغوث العظم الغوث العظم الغوث العظم الغوث العظم الغوث العظم الغوث العظم ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء جامع الفصولين فصول الحقائق وشرع المهذب بكل زين خامة قدرتك حسن دستكاري وهواها